فرحتنا يا كابتن، فرحة جمهور الأهلي بالدرع ال42، ولكن في مشكلة، في واقعة يعني يمكن قللت من الفرحة دي شوية أو بتحاول إن هي تبوظ الفرحة دي، بس بإذن الله محدش يقدر يبوظ فرحتنا إن شاء الله. حضرتك شفت الموضوع ده إزاي؟ كان ليك رأي فيه قبل الهوا لما كنا بنتكلم؟ والله طبعا المشكلة بتاعت محمد فضل وبتاعت كهربا طبعا، يعني بصراحة يعني أنا ما كنتش حابب بجد بجد إنها تكبر بالشكل ده. محمد فضل ابن من ابناء النادي الاهلي. محمد فضل على المستوى الشخصي انا اعرفه شخصيا، يعني مؤدب جدا، ابن ناس طبعا، وكان لاعب كويس قوي وكان لاعب خلوق. لكن الواقع انا مش بصراحه مش عارف ليه وصلت للمرحله دي. تعامل محمد فضل ان هو انت يعني انت بتمثل الاتحاد المصري لكره القدم، انت كنت موجود بتمثل الاتحاد مع كابتن محمود الخطيب، والموضوع كان ماشي بشكل ممتاز جدا جدا. اتفاجئت بالواقع طبعا، مش كنتش حاب ابدا ابدا ان محمد فضل يدخل في مشاده مع محمد كهربا، مع محمود كهربا. يعني اعتقد يعني ان انت يعني وجود الكابتن محمود الخطيب شيء كبير، يعني ده اكبر تكريم ليك يا فضل ان انت تكون موجود مع كابتن محمود الخطيب في اي التحام، واي يعني لو حتى كهربا ما كانش سلم عليك في الاول، يعني اعتقد انت ممكن تتغاضى، مش مبرر، لا تتغاضى عن الواقع، لان انت يعني اعتقد يعني انت بتمثل الاتحاد، ان انا احاول احتك بكهرباء او اوصل ان هو حابب ان هو يفرح بزميله وكده، بصراحه ما كنتش حابب خالص خالص الموقف يوصل لكده. وكمان تطور الموضوع ان انا احاول اروح الاتحاد واحاول ادور على اللائحه او اخد موقف، انت مش بتعادي كهربا يا كابتن فضل، ده انت كده بتعادي النادي الاهلي، بتعادي جمهور النادي الاهلي. المفروض ان النادي الاهلي كمان ما صرحش بحاجه، الموضوع كان هيهدى. واللي اخطا في البدايه هو حضرتك، ان انت حاولت تلمس محمد وكهربا وتحاول يعني تشده، فاعتقد يعني لا. والفيديوهات موضحه كل ماشي حاجه، ماشي الفيديوهات موضحه كل حاجه. ما انا بقول ان من الافضل ان انا كنت التزم ان انا اكون موجود في وجود الكابتن محمود الخطيب، القيمه الكبيره صح والاسطوره بتاعتنا والكبير بتاعنا بتاع الكوره في مصر. لما يعني بنفخر بكابتن محمود طبعا، ان هو يعني القيمه الرياضيه في مصر الكبيره طبعا، موجود الكابتن حسن شحاته طبعا ونجومنا الكبار برضو يعني. لكن انا بقول يعني خانك طبعا التوفيق في ان انت تحاول تشد كهرباء وكده، انت نزلت المستوى لاعب، انت مش لاعب، انت يا فضل كنت موجود ان انت بتمثل الاتحاد المصري لكره القدم، كنت التزم وبعدين ارجع تاني مثلا لمسؤول في النادي الاهلي ان كهرباء في وجود الكابتن خطيب سلم على كابتن محمود وسلم على مؤمن وما سلمش عليا، تقدر ترجع فيها لحد من مجلس اداره، ترجع فيها ممكن للسيد عبد الحفيظ ان هو قريب منك وصاحبك سيد عبد الحفيظ، لكن ما عملش الموضوع دوت بصراحه، يعني ما مش كويس بصراحه.